بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في هذه الأشهر الأخيرة، يعني في الشهر الأخير هذا، يعني الحراك الشعبي هذا اللي اندار، الناس يعني تقريبا بعض الفئات كانوا يسبوا في السلفية ويقولوا بليك السلفية هذو يأكلوا الكاشير وكدا وما نش عارف. يعني الكاشير هذا احنا اصلا ما ناكلوش، باش تكونوا على بالكم، احنا اصلا ما نستعرفوش به الكاشير هذايا. وهذه السلفيه اللي راكم تحكوا عليها انتوما ما يتبعوش الشعب، يتبعوا شرع الله عز وجل. يعني الحرام يبقى حرام حتى لو فعله كل الناس. وباختصار يعني السلفيون مع الوطن ومع الجيش ومع امن البلد ومع الاستقرار، وضد الفوضى والمظاهرات وضد التحزب وضد كل اشكال الديمقراطيه. خرج علينا أذناب فرنسا وبنو إخوانج ناهقين زاعقين يريدونها فتنة عمياء صماء كعادتهم. الإخوان لا يعترفون بالجيوش العربية المسلمة. الإخوان منهجهم منهج الشيعة الروافض، ميليشيات ومرتزقة. العميلة معتز مطر تطلب بإسقاط الجيش الجزائري الذي استجاب لمطالب الشعب ووقف ضد فرنسا ومصالحها. وإلى الخونة العملاء العميلة زيطوط والأميرة ديزاد والخائنة حافظة دراجي والمغنية المخنثة دوب الفاس، ماذا بعد فشل مؤامراتكم من قطر ولندن وفرنسا وألمانيا؟ هل ستحافظ عليكم منظمة أوتوبور الماسونية بعد صرفها أموال طائلة عليكم، أم تسلمكم للسلطة الجزائرية بعد شهور من الآن؟ قد يعتقد البعض أن العربي زيطوط وحافظ دراجي وأمير أفار يصارعون الجيش الجزائري أو السلطة حبا للوطن فينخدع وينجر وراءهم كل جزائري، ولكن لو عرفوا حقيقة انتمائهم لمنظمة أوتوبور الماسونية الأمريكية ومنظمة الكرامة القطرية التركية الإيرانية تحت غطاء الأمم المتحدة لندم كل من تبعهم. ولهذا نشرنا سابقا تعريف منظمة أوتوبور وحقيقة انتماء الخونة إليها، وبدأنا في نشر وكشف منظمة الكرامة التي ناطقها الرسمي العربي زيطوط ويمثلها في الجزائر مراد دهينة باسم حركة رشاد. يعني فضلا ساهموا في النشر، يعني ديروا لو ماكسيموم دو بارتاج حتى يصل هذا الفيديو لكل الناس وكل من كان على جهل، حتى يعرف حقيقة هذه المؤامرة تحت غطاء الماسونية اليهودية الأمريكية بعناية قطرية تركية إيرانية، مستغلين خونة الوطن. ألا قبحكم الله وقبح الله سعيكم يا خونة، يا من لا ترقبون إلا ولا ذمة في أبناء وطنكم، فاللهم احفظ جيشنا ووفقه لحماية البلاد والعباد. نسأل الله أن يقسم ظهرهم وظهر كل عميل خائن لوطنه ودينه، وأسأله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأسأله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أولياؤه ويذل فيها أعداؤه ويحكم فيها بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.